صباحكم خير ونور وسرور. ابراهيم، لبيت صباحكم ورد وعسل يا عسولين انتم. بسم الله الرحمن الرحيم، مفروض انكم تصدقون انتم هذا صباحكم. ديزلدورفي، من هالمكان الديزلدورفي المميز في ديزلدورف، و علومنا طيبة واخبارنا زينة، وان شاء الله اذا الله راد بنظهر الحين. في احتمال نغير الفندق، لقطوا لنا غرف، قالوا نروم نمدد لكم لين بكره، لكن الشركه اللي داعتنكم ما تركوا لنا خبر. الحين عندكم حجز في الفندق اللي عدالنا، ويا عزي لحالنا تشبه نشوق الشناط وحط شناط وظهر سامانك. يلا العلم عند الله، بنشوف شو اللي بيستوي، وحنا بننزل بنتريق وبنظهر وبنسولف وياكم. لحظة الخبير ابراهيم، تو التسجيل يقولون كان وايد الصوت واطي، يقولون انت تصاصر عمرك يوم ترمس، ما ترمس بصوت عالي. لا انت عندك التليفون شوية هلأ. التليفون ابوي مخذناه كل شكل ساعات. انت مش عاد انت حق تشاركني الحوار ساعات. البارحة يوم نحن التغطية تم يعطي الله يحفظكم صورة سوداء، وساعات ما يطيع يصور، وساعية من الإيداد هم الغلاية، وانه من الزينات، لكن شو نسوي عادة ما باليد حيل. الله اني في المعبود خير ان الله يمنا بخير. الله ليس بكرة نرد البلاد، برده الوكال بنشوف شو علته. تونا اتصلنا في الخبير وقال الخبير ان شاء الله من تردون في يا ويلك حد وراك. شفته؟ فقال ان شاء الله بنسير ابوي عليه ضمان حول كامل. بنوصل ان شاء الله بنرده وبنطالع شو السالفه وياه. اقولكم البلاد تستاهل من يجي ويعني لها. البلاد تجلس 5 ايام، انت واللي وياك، يعني كان اخت ولا اخو ام ولا حرمه ولا عائلك، تجلس 5 ايام وخلاف ابوي تستاجر سياره، تصير هولندا وتصير بلجيكا وتلف الدنيا هذه كلها، تتلي لبقع يعني انت جالس في السنتر وتربط بينك وبين الدنيا العوده هاي كلها يمكن 10 او 15 مدينه من عواصم الدنيا العوده هاي كلها، وتروم ابوي تاخذ السياره وتشختر بينك وبين اي بالبلاد ساعه، شرق ساعه، غرب ساعه، كل البلاد من يعني هولندا 45 دقيقه، هولندا تصير النرويج 55 دقيقه، يعني كل شيء قريب. يعني انت حاليا في عين الماء، والبلاد جميله وهاديه وكل ما فيها زين، اكلهم زين، ما شيء وقت بيطير بيطير. الحين الساعه كم طيارك؟ سهلات ثلاثة. ها؟ ثلاثة ما تركب. يلا ماشينها في تمك. عطني اياها قصيمية. سهلات. اي الحين عدلة. ما زين هالرمسة. ثلاثة تحيز تمك ان شاء الله حاد منك. ولا ذا المجلس تفاز. لا 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 لا. زين شو الأخبار؟ شو العلوم؟ شوف الله عليك، شوف شوف هناك. شوف كان حد هين. ما في النار بارد، ما في النار بارد. الله شوف ما تبارك الرحمن. والخيبة هذا شو؟ هذه تساوية شكل بصيح يا مصغير. كنا من أول. أنا دائما أقول إني أعرف ربعنا بالحرم بالسعي والطواف إنه متساوي. إحنا يوم صغارين اللي بصيح يتسوونه. يصيح كثير. شراتنا. إيه واللي بلوز يتسوونه. الله سبحانه وتعالى. عندكم أمهات زينا. هي قمطونة. نحن ما نسميهم باللغة العربية الفصحى يسمونهم هاد، وبلغتنا نحن المحلية قماط. طب ورا الأجانب ما يمهدون. أتوقع أنا إن هالمعلومة هالشيء مش صح. يطلعوا مهندسين ودكاترة. إي والله. لا نحن لا يا وحنا. إي فقير وحليلة. شفت كم يرصونه ويتشيتون. ها ها. إلى سن كم؟ لين أظني سنة يمكن. لا أو 7 شهور. لا 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 4 شهور بس. 4 ها؟ إي. انت اظني طول حياتك انت لين يوم يقمطون. هي والله شوفك ما شاء الله عليك مستمت صاير تشيل. ايه تبيل انا امي للحين بنفاس من كبر. يعني الله يحفظها يبارك فيها يطول بعمرها. ايه استغفر الله العظيم.
هلا هلا محمد، ما شاء الله عليك. على الله يحفظك يا ابراهيم، يخليك ان شاء الله. سلمان هلا والله، سر على موايه والله يسلمك. ما وجه الا الخير والطيب والسماحه. تحياتي لك وللاسره الكريمه. الله يسلمك. الله يرضى عليك. سلم سلم على القصيم وما حاش حوش. وصل وصل مره الكلمه. لك آدمي كلمني من القصيم. وصل وصل. بس انا اقول خلنا نتبادل وياك منافع. اعطيك تمر تعطيني سمك. فالك طيب. اي والله فالك طيب مره. ما طفت الا واجب. بيض الوجه. الله ييسر امورك. الله يحفظك. الله يسلم على كل من يعز عليك. وصل وصل. الله يستر على ما وياه. الله يحفظك. ما لحبي على الله يحفظك. ييسر امورك. يعك فدات الله. شفت ما خير القصمان؟ القصمان خيري والله. اي والله حد خيرين ادب واخلاق والنعم. اي ناس من حق على الراس. اي والله على الله يحفظه يبارك فيه. فرحت بشوفه واني تعرفت عليه، يعني شيء وايد جميل. كنا كذلك يا ابو محمد. الله ييسر الامور. هذا وين فندقنا؟ نحن مره مشاهد المول هذه خلنا. هذا المول ابوي بابه مشرع، لا باب لا همك الله لا عندك لا اليك. وانت تدخل تشوف هذه الدنيا كلها بلاد بلاد، واللي يمشي عاد يصير يتشرع يطالع يطمش. انا مش وايد ويا المولات لينها كثر، لكن يعني بلاد من كبره. تقصير دوب يعني. لك الطيبين تلقطهم في بلاد الطيب، وهل بلاد طيبه وهلها طيبين وياويد. لقطت ابوي هالريال احمد ابو شهاب. احمد رميدي ايش حالك؟ الله يديمك. كيف انت؟ خير الله يحفظك. سلم مالي عد بشوفه من سنه دقيانه وسمع 30 من ايام. نعم من الثمانينات، اخر الثمانينات. اي والله شوف في بلاد وحده تسعينات. تسعينات يلا انتم خلوا عاد زين. ايش حالك؟ الله يديمك. الله يسلمك. شو رايك في هالبلاد؟ ما يحتاج بعد واجه في الحكي بابدن. ودام كنت موجود ما تي الا بقع الغاوي. هي والله بلاد عليها رضوان من الله. الله وانا اقول حق العرب ان اللي بيجي يجلس لي 5 ايام. نعم. وياخذ سياره ويحوط الدنيا كلها. كل شيء قربك. الله هولندا وبلجيكا وبعد وكلهم عدالك. هي والله كلهم عدالك. المانيا المدن الكبيره هاي الا عدالك، ما تبعد عنك اكثر من ساعه ساعه وشيء. شيء جميل والله. وبعدين الزين في هالبلاد تميز في شهر واحد في معرض مال القوارب هذا. نعم هذا رقم واحد. وكل ربعك اللي في الامارات وفي ابو ظبي يخصون هذا المعرض. كلهم يجون شهر واحد. شهر واحد بنحبس لهم. بنحبس لهم جماعتنا. يا ما يحتاج هذا البحر تلقاهم كلهم هني. لا خليت من. الله يديمك. السلام على املك وعلى كل من يعز. الله يحفظك يا اخوي. الله يشوفك. الله يشوفك. شوف ابوي تليفون ابوك ما بيشوفون الا اربعه ابوك وخوالك وعمامك. عندي انا ابوي الدنيا كلها بتشوفك. شو رايك؟ احنا ما خبرتوني شو اسمه. احمد الحمادي. والله يا مرحبا يا مرحبا ابو شهاب. على الله يحفظك. النحاس اللي في الدنيا كلها فيه. شوف كيف نحاس نحاس مويم ويصيح. انا ابو انت مال انت مال دزلدور. ودوا ابوي ما ابو ربي انا ما ابو ربي. أقول لكم أنا بسير الله يحفظكم محل كبير ستور يبيعون شتى الورود. بطالع إذا قط شيء يستاهل واروم أزرع عندي باخذه منه. يقولون شيء روز عندهم. سألت الكونسيرج قال شيء، لكن هل أنه من نوع اللي يجاوي على الحر ولا لا؟ الله أعلم به. بنسير على أنا وإبراهيم إن شاء الله إذا أراد. نرد عليكم الأخبار من أول ما نوصل. تسلم عليكم. تسلم عليكم هالبنية الفنانة. هلا والله. Good morning. Good morning. شو رقدكم الباحة؟ كان أوكي؟ مبين. أي والله رقدنا رقدة. رقدة زينة. الصبح الساعة اليوم الساعة 8 خلاص. هي زين أخير. هي. خلاص تعودت أنا من بتسوي. ما شاء الله. من طلع سنابك. شوف الفضاء اللي مصورها. ما شاء الله كله زين وكله فنان. يا حلو يا حلو. رد السلام غنى. سلمي على ريلة شماية. وايد استانست بشوفك. زين. أنا إنسان عسل. أنت أبويا. أنت أبويا الشكر والشيرة اللي في الكون كلها. وقبلت وملح الكويت كله فيك. والله بختكم بمتابعة ترى توني طحت فيه. والله بعد ما شاء الله الاثنين. هي على الله يسلمك وخليني خليه ما شاء الله عليه. يجنن يجنن. فديت شو؟
خشمي المدخنين في البلاد وايد كبيرة. أنا الأول أتحرى الأردن ومصر فيها دويخة. في ألمانيا وايد الناس اللي يدوخ سيجارة أكثر عن الإنجليز وأكثر عن الأمريكان. في ألمانيا ها شوف ها حريم ريايل ما تلقط من العشرة اللي يخطفون ثمانية يدخنون. نسبة التدخين وايد صح؟ آه. ليش؟ وش يكيكم يا أخوة؟ أنت تدخن بعد؟ بدخن بعد؟ ما أقول عن شيء. مغربي أنت؟ مغربي عيل أبوي ما حتى في هالمغرب كلها ظهرت العرب منها. كل الناس برا المغرب يحاربون من المغرب. لا يحاربون المغرب، المغرب بلد جميل، بلد الطيبين، بلد الناس اللي الحكومة ماشي الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. انزين ساري اقول لكم الستور هذا اللي يبيعون فيه البرود، بتفرج بنطمش لقطنا شيء نبو يرزق ويستاهل اني اخذه. ابوي المحل اللي احنا جايينه محل شغلته الحدائق، حدائق تنسيق الزهور الاشياء. انا عاني لاجل المكان هنا لما يقولون كلنا يغني على ليلى. هذا ابوي ابراهيم يبع ربعنا عاده، بغينا شيء ولا لنا شيء. ما تشوفون اول ما تدخل شوف الدنيا المريودة. هذا النوع الروز اللي انا ادوره، لكن ما بالروز هذا، شيء نوعيه ثانيه ان شاء الله بلقط هذا. ترى موجود في دول اوروبيه، موجود عندنا في الامارات، هذا كله موجود، لكن تختلف، يختلف ذوق التنسيق ونوع تركيب الورد ونوع التطعيم والالوان واختلافات. يعني شيء منه موجود عندنا بكل حدافير، وشيء منه قليل وجوده نحن عندنا، لان ما غير فعال في الامارات او ما توال مبيئه الدوله اللي عندنا، لان ظاهر من داره وصار بلاد يعني ما يوال من الجو فيموت. فاللي يختارون عندنا في الامارات اكيد انه يجاوي على الحراره ويجاوي على الجو. يعني شيء وايد حلوة ترتيبهم في منتهى الروعة، وشيء جميل وخناق منسق. ليت الله قربهم بيتنا، هم بعيد ونحن بعيد. طلع ايه شوف هاي لومي، جرت لومي لبنان ثمرته ما شاء الله. على 2 يورو يعني 3 يورو تقريبا. شيء جميل، شيء جميل ملفت النظر. شوف هناك البربر كم مسوي لاعب لعايبة. السلام عليكم. شوف سبحان الله، شوف شوف الالوان. اللي ما يدري بيقول هذا مصبغ، هذا ولا شيء من مصبغ، هو شيء هو هاي ليمونته. الله يا ابوكم شيء غريب عجيب سبحان الله. شوف اللومي هناك، وهذا قور الفلفل، شيء بربل شيء حمر شيء يصفر على ما تشوفون. هذا اللي بيزرع في حدائق البيوت، هذا يبغى يكون عادي له تربة ومجهزينها ما بالأخذوا قلوا. هذا تشوفون يأخذون يزرعون يعققون شمنه يموت، لأن التربة غير معدة، مش معدود لها التربة، مش مجهزة. يعني ياخذ ويزرع، أكيد ما بتتم الزراعة عنده. شو السبب؟ لأن التربة لازم يسووا لها تأهيل وتجهيز، تجهز التربة مثل يقولك والله يزحبون الحرمة قبل ما تربي، تزحب سامان رباها كامل. الزراعة نفس الشيء،
لازم ابوي تذهب القمطات الحرمه اللي بتربي على ويهربه، تذهب القماط، تذهب الدويات، المراضع، كل شيء يكون جاهز. الزراعه نفس الشيء. سبحان الله، سبحانك يا رب. جمال اللي في الكون كل فيها الاشياء، سبحان الله. اسميك البربل. هذا عيد شو اسمه عندهم حين نسيته والله، هذا حين يحتفلون كل بهالفاكهة اللي هي البوبر، نحن نسميه بوبر، هم بامبكن يسمونه. يوم يقول لك يا عيون النرجسي ساهرة لا تنعسي، هذه هاي زهرة النرجس، هذه زهرة النرجس ولها قصة طويلة عريضة بوقت زراعتها وشو يحطوا لها وكيف تطلع وكيف تستوي. هاي من أجمل زهور العالم ولها وقت، وتظهر عندنا في الإمارات، تظهر عندنا في الإمارات لها توقيت ولها دراسة ولها وقت معين. جميل زهرة النرجس، جميلة زهرة النرجس، جميلة. هذا درخته شرات راس البصل. تزرع عندي شباب أعرفهم على الله يحفظهم ما شاء الله، شيء منهم بعد في فريج التيار يزرعونها ويجتهدون في زراعتها وينتجون الهم والمن يحبون. بعد أحد الأنواع تترك في الأرض، يخلص موسمها تترك شرات البصلة هذه ويشلونها ويحفظونها للحول، وي موسم مدروس، موسم معين وتزرعها وي وقتها وتظهر، يعني وحياة دورة الحياة مالتها تعيد نفسها كل سنة. شو قور التفاح، شوف الله عليك إبراهيم. اي والله ما شاء الله. او هاك منك تفاح خضر بعد أصفر. أصفر؟ سبحانك يا رب. هاي ها تفاحة حمراء. شو إبراهيم؟ أقول التفاح الحمراء. ها كله ما يضرب عده. والله شو 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 إبراهيم يا رب البيت والحرام. واغمي عليها. تفاحة خضراء. إي والله. ما يطيع يظهر ترى عندنا الحين، ما بيطيع يظهر. ولا زارعين البيوت أظني المحمية ويبال عناية خاصة، يعني ما تروم تأخذ شيء. هي والله. وهناك بعد شوف هناك طرف هذاك إبراهيم. شو إبراهيم؟ أقول هاي شجرة التفاح الأصفر. هي. ونكس التفاح الأحمر. هي. ونكس التفاح الأخضر. وكل شيء مطوم بجنن ما شاء الله عليه. تبارك الرحمن. ها شوف الله عليكم هذا التين. يا ربي إبراهيم ها طالع حالي هني كاني شفت والله. ها هاي تفاحة حمراء إبراهيم. عاد نزل ناخذ وحدة والله يا غيري يلحقونك توزونك بقب على على يامعتك. يقولون لك بالعافية. هذا الروز اللي أنا عاني عسب، هذا الروز اللي أنا عاني لأجل أني أشوفه. أشوف هذا النوع المهجن، شوف مطعم كذا نوع كذا نوع. شوف هاي طالع وين ساكة، صاير ليه جنب السماء. أيوة شوف أنواع وأشكال ما تشتهي النفس. شوف الله عليكم هاي الصفرة، شوف قويتيها وين قطع عصاك بين. ما زين إلا الزراعة وجوها. هذا كله قور، قور أفندي، حد يسمي سنطرة، حد أفندي، حد نيموه، كل حد وله مسمى للفاكهة.
معنا الروز قال ابوي شيء روز يبتاع متى؟ في مارس السنه الجايه في مارس. وينك وين مارس هذا الرجال تبع السالفه؟ في مارس وينك وين مارس؟ وهاي بعد فاكهه من قير. هذا شوف محمد ما ادري بس دراني كرز كرز. اي والله كرز اصفر اول مره اشوف هاللون واخر مره ان شاء الله. بعدك صورك تبتي مره ثانيه تشوف الكرز؟ هلا تقول ما راويتك الكرز؟ راويتني اي ايش بلاك الكرز؟ اي والله ما شاء الله سبحان الله. والله يا ابو كلوبير ثلاث ايام ما شبعت من هالمكان. لوبير ثلاث ايام بثلاث ساعات. عيد عندهم يسمونه هلوين. هلوين عندهم عيد الهلوين هذا هو موسم حين هضني عندهم. فالهلوين هلوين نايت او هلوين دي يسمونه. يستعملون بكل اكلهم ابوي بوبر. وعندهم البوبر عم متنوعين فيه ومتفننين. كل شيء يسوون فيه الحلاوه العيوش اللحوم كل ماكولاتهم في هاك وقت تكون ممزوجة بطعم البوبا. شو هذا هو؟ سم الفيران. هذا لا لا عندهم ما يبيعون سم. ها أبوي قال هذا طعام للفيران يطعمونهن. مستحيل. والله العظيم. يربون فيران؟ يربون حتى ربوا كلاب ربوا قطاو. ربوا حنش وعجارب. هذا العدو. لا هذا ما بعدو. لا فار عدو. ما بكلهن ابراهيم. كلهن والله الفيران. وخلى ابوي. هي لا لا ها ها هي هاي مصيده. مصيده الفيران هذا طعام لهن. سم بليف مي. بليف يو؟ لا بليف مي. ثانك يو. اي سوير. زين ايش علي؟ عندك صد انت طالع هني شوف هذا شوف بالله عليك. يا ربي. ليت منهم يورنها كان بنزف من هالدنيا كلها ما بخلي شيء منها. ما ربنا ناخذ من عندهم لان الروز اللي عندهم حجمها كبير. وانا كنت ادور من الروز اللي شرات اللي اخذناه من امريكا هاك الصلوب واللي تي عروقه ملفوفات بكلينكس او شرات القطن. فما تحتاج انك انت لان ممنوع تدخل الدوله اي نوع من انواع التربه الاسمده. فقيس الماسة مش قيس ماسنا والله فرحنا في السير يعني السيرة كانت جميلة. شفنا مناظر شفنا تنسيقهم وبذورهم وطريقة تسميدهم وايد أشياء جميلة يعني عندهم. لكن إن نحن ما بنروم نسير نشل شيء أشياء فيها التربة شيء اللي فيه التربة لأن الدولية ممنوع أصلا. ما الدولة عندنا في الإمارات مانع أنك تدخل أي شيء فيه تربة أو سماد أو أي نوع يجيب أمراض للزراعة اللي موجودة في الدولة عندنا. بلاك بياها إبراهيم. لا أمسيش لا تسيب عين. تحمل يا ويلك. عشان ما تتبخ. أنشس. خيبة. يا بعد أنا بعت ولا. شو تقول لك شو بلاك بياها إبراهيم؟ دوك طيب. يا ويلك. يا ويلك تدوس لها على الطرف. والله لا تنهشك. الله يحفظكم. شيرت الكستنة ها شوفوها هذه هي شيرت الكستنة. هاي الكستنة داخل البيت سبحانك يا رب سبحان الله. نحن جايين عاد الحين كملناها ابوي مع الشاي والطريج لفبنا ابوي داخل حديقة نمشي على الجوبل جوجل ماب او وحيد نمشي في نص الحديقه هذه سارين جد ابوي في الاتجاه ابوي مشينا نص هالبنيان كله في نص هالبنيان ليه وصلنا حين المدينه القديمه يومين ولا شفنا هالحرم يا سلام سلم لبقى ابوي كلها كنايس وين ما صد كلها كنايس وين ما صد كلها كنايس هاي البحوي خطفنا نحن بنمشي سيد وخلاف بنمشي وين المقاهي وين الدنيا هاي كلها وخلاف بنسير ابوي فندقنا بنصلي وبنريح 15 دقائق وخلاف بنسير الله يحفظكم تمشي يعني
ما بريلس المول ابو محمد شموله المول اللي حدالنا. لا انا من مول ما في ما لي خاطر اسير مولات عندي خاطر زي ما علي لجل خاطرك بسير ان شاء الله فيري امبورتنت ان شاء حاضر فيري نسيسري بعد ان شاء الله حاضر شكرا جزيلا عفوا ابو خليل حاضر الله يسلمك بلادهم جميله بلادهم جميله 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 والاناقه اللي في الدنيا كلها عندهم بلاد نظيف وفنان وتحس العراقه والأصل عندهم بلد عريق يعني مش أي عراقة عادية لا عراقة شي فيه قوة وبلاد قديم يعني وذو تاريخ وسمعة وتحس إنهم شان عظيم كان فكان يارع عليهم الدهر أو شيء من هالقبيلة حسبتي العرب تشوفون يعني ما تعرف شلون المهم إنهم ناس طيبين وما حد شراتهم وهذا أظنيه هذا حد عندهم من عظماء التاريخ هرقل وإدوارد الثامن عشر حد منهم ولا يعني أبرهة الأشرف ولا يعني من هايل لا هكذا أبرهة لو أبرهة بي ولا راكب على فيل زين وأبرهة أظني مستحيل هاي نابليون بونابارت ولا شياته لأن شوف لو أبرهة بتلقطه شوية أظني قصير ومدحدح وفي بطين ورقبته صغيرونه متينوني شرات حياه بيريج لو ابرهه مستحيل تلقطه لونه غامج بعد اسمر ايه ابرهه ايه في الابرهه طاح لا هذا فنان مزند سد كله تبابين ريله تبابين ريله تبانه ريله روحها عباره عن ريل صرير هي والله ولا لا لا سدك التاج انت التاج روحه يسوى ويرزى ويستاهل ها تشوفها اقول لك ها كتفه هاي يقولوا عنه يمشي التيس ويتلفت ولا تبابين ريله ها شوفوها ريل صرير سبحانك يا رب ابراهيم دخل هالمكان ما اشوفه وين ابراهيم ما ادري وين نفد ابراهيم غرب الله هلا لا استغفر الله غرب الله تعدوه ما يندرب وين يا رس ادورك هني انت وين صرت؟ انت كنت ما ظهرت من المحل هذا؟ اي ها طلعت من الصبح اشوفك انت قاعد تعبر اطلع لك شوف انت ما اقول عنك شيء اسمينا مشينا مشي الله اذا الله جعلنا من الحيين انها ابراهيم اقترح قال ابوي نبى مطعمنا اللي تغدينا فيه اول تلباح مال السي فود ها مال السمك رقم واحد والله زاد ابوي ممزور لين عينه المطاعم اللي دور ما داره فيهن ابوي 5 تنفار و6 تنفار و7 تنفار غير هذا اللي انا اطري اللي ناولت البارحه فل لين عينه ممزور اي والله ان شاء الله ان اليوم بنتعشى فيه بعد هو عشاء وهو غدا بعد ساعتين ثلاث ان شاء الله تشوف اخني اخي شاتم والله هاي تزلدوه بلاد فنانه بلاد جميله كل شيء واسعارهم على فكره ما بغاليه ارخص عن اوروبا لك 600 وديه ممكن الضرائب عندهم اقل وشياته علم عند الله لكن بلادهم كل شيء فيها زين ما اخذت تليفون شريت تليفوني انا هذا اللي هو الجديد هذا ايد واحد العريض العود منهن هذا 500 ما يسمونه المراد ابوي يوم بتلقطون الشاشه تغدي سوداء سووا له ريستارت بندو شغلوا من يدو يدي توني صورت كم من فيديو وشد قال لي الخبير لين ينزل التحديث مال السناب وما ادري شو عقب بتتيسر الامور ذكرني ابراهيم قال لي ابوي خالد سووا له ريستارت بتتيسر الامور وسوينا له ريستارت شكرا ابو خليل العفو يا ابو محمد حاضرين في الخدمه يا رك بسم الله عليك الرحمن الرحيم بسم الله عبيب. عليك الرحمن الرحيم ابراهيم طلع عليك البلاد ما زين ها والله محمد روعه وايد فنان هالبلاد براد براد في الليل ترى يسوي برد ابراهيم انا نسيت البارحه شيء قرصه بردهم زين يعني ابو محمد ما يحتاج تلبس جاكيت لا 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 ما يبقى طيبه يعني انا هاي اللي لابس لنا جاكيت لانه ما بهاين علي
متى بلبسه يعني؟ ما انا منزل 10 كيلو على سب البسه والله العظيم. وروحي فرحان ان راه ان يقياسي. اي والله زين محمد يا ولد الحلال يبان ييه. هي يبا اي نعم ييه ان شاء الله الحول. بس عاد بنصير هولندا بنصير بلجم وبنصير ان شاء الله لكريبة حد يدل عاده. ما انا وانت رقم واحد يا ايه يا بعده من غايته يا بعده. ايه لا مش بعده ان شاء الله قريب. هلا قريب المراد ابوي نسوح وتمسحنا وصلاة وصلينا والحين الله يحفظكم بننزل شوية ناخذ لنا لفة لفتين ونتعشى ونعير من الأخير وابراهيم قلت لبتين الحجر قال لا بترياك في اللوبي انزين اللوبي ما نسوي مشكلة يلا بنام صخراف عالي وانتو عدا على هواكم مو ابي جديدة ما انتو معك الهم وبيس اردوا البلاد ما حد الا انا وابراهيم تميله في هالفندق ومددنا لين بكره وان شاء الله بكره الاربعاء ان بنضمي بلادنا اول الله اذا الله جعل في العمل بده. صاحبوي ان رحلتنا بكره الساعه كم ابراهيم بنطير؟ الساعه 9 9 في الليل بنطير يعني 9 10 11 12 12 تيم الامارات وست ساعات الطريق يعني بنوصل ابوي الساعه 6 الصبح يوم الخميس. خمس خمسه؟ ايه خمس الفجر. ايش دراك؟ انزين ماشي مشكله انزين خمس ومن وصل بنت قهوه بنت ريق بنعيب من الله خير وبنسيل البحر كان الهوى ابويه طايح سرنا البحر وكان ابويه الهوى ابويه طهف مثل ما يقولون جاي موي جاي حنت الزمان والبلاوي زرقاء مثل ما قال المصريين ترى ابويه سرنا دبي. ايش رايك انت؟ انا دوام العين ايه يا رك الله ما عليك باس ما عليك باس ان شاء الله. ايوه مشى ابويا نعيمنا الله خير وخلاص بنا مس لكم ابراهيم ابويا واحد من اربعه طرش لي نوع حلاوه زين نوع الحلاوه قال لي جيب لي الحلاوه هاي ترى من المانيا رواني اياها ابراهيم قال لي ابراهيم باخذ منها قلت سير حبيب سوبر ماركت وخذ اللي تباه زين صار عاد ابراهيم الحبيب وانا جلست ويا الريال هذا ربيعنا ها اسمه الريال اسمه ابراهيم زين صد عاده هذا اسمه ابراهيم زين تمينا انا ابراهيم عشان اقول حق ابراهيم تخيل ان ابراهيم لتوفيق ما بيلقط الحلاوه هذه قال لي لا اكيد بيلقاها قلت له لا هاي تلقط الحلاوه عمرها اكثر من 15 سنه الريال شارنها ربيعه ومطرش لها الصوره مات الحلاوه يعني يا انها من مش من هالبلد او مديلها انتهى فصار مثل ما صار يا قال لي اول مره اشوف الاسم وهي الحلاوه مش موجوده هنا شو قال لك راح السوبر ماركت قال لي اول مره اشوف هالنوع وهي مش موجوده في المانيا هالاسم قال لي مره يعني توقعاتي صابت لو خابت صابت الله اكبر انت هين والله يا ابراهيم مش عقبات ما تصور ما بهين بعد هذا هتقمح والله قبل 15 20 سنة راسه اسود وغدا عفان الله بيضتن وحده زين وقار له بيض ما عليه وقار لك بسرعة عاد بيض صغير هو الله يكرمك بارح في الليل درجة الحرارة 7 واليوم ابوي الضحى العالي 21 جوهم ابوي في اليوم 4 فصول خريف وربيع وبرد وحر طحنت الزمان والدنيا مطرزة يا رك الله يا ابو خليل والله خطف علينا هاك رجال اظني من ها خليجي شكله شفتوا اللي راوح خيله هالنمونه انا ابوك وياها خياسة نفس تسم تسلم قول كلمه تحرن بندور من السلف بنقول سلفنا وشيات الله العظيم ما شاء الله يا هو كل من حست الكاميرا ما طاي طالع هو والله سامحني ابراهيم ما كنت ادري بك ما تحب التصوير خلاص اخر مره خلاص توبه ترى اقول لكم ابراهيم الله يحفظه ما يحب التصوير خلاص ما بصوره مره ثانيه خلاص تعال ياي سايرين الحين مول هذا ابراهيم بسير هذا هاي في مول لا بس لازم تصير في شبك الابل ستور شو نسوي؟ ابل ستور مال الموبايل الله كم هذاك هوف كام شو اسمه شو قال اسمه؟ ما ادري كوف هوف
هاف كوف هذاك شوفوا هذا ابوي ذهرني انا اعرفه من لك 600 سنه الاول من الثمانينات والسبعينات والتسعينات هذا اقدم مكان ابوي فيه كنت يا ميونخ وهاك الوقت كل احسن دلال عندهم دلال هاي الريد بوينت الريد بوينت هاي اللي دلالهم اللي امهات نقطه حمراء العالم كلها تعنب ولي جاي الماني وصوه يجيب لنا من كوف هوف كوف هوف اختصاص محل وعيان اكثر شيء يعرضونه عندهم الدلال والدلال هن هاي اللي خبرتكم عنهن وين ساب ابراهيم وين الحين نتمشى بهالمكان ها هالمكان الفنان الغاوي مثل ما تشوفون بلادهم ولا غاويه غاوي بمعنى الكلمه مش غاوي عاديه غاوي اقول هذا المحل مال الياباني اظني ها مال اللي يبيع فوانيل ذا شي يسوون حينه الاب ستور مال ابوي اربيعنا اربيعنا شو المتوات شو المتوات شو المتوات هكل هنا حين تدري وين يصيرن هاي رحله حينه عندهن ما توعاب هنا اللي سارن ابوي سكن جميره والمستشفى الايراني اعرف واحد هناك من ربع عند في بيته شيء حديقه في نص الحوي اي الاف مؤلفه كل يوم حاط لهن اكل وشرب وكلهن يصبح انه يمسن عنده فاعتقد يجي وقت موسم الهجره فيهاجرن ويسيرن هناك ها خذ ابراهيم ابراهيم يا ويلك ياك ياك هم دفع هالبعير اعطيك يم حسابك هذا الابل ستور ابوي مالهم ها شفت ابراهيم الابل ستور شفت الابل ستور قاوي الابل ستور ما شاء الله ما شاء الله جميع الالوان شوف انت هاي وين كنا توا في هذا ابل ستور شوف البنايه هاي ها منظر جميل وغاوي وفنان بلاد سمعت الصجيع هناك ما تشذبك والله لا وحشة يا ربي الله يسلمك ايه سايرة الحينة ايش دراك هذا عادل ما اعرف شو اسمه الحين تخبرني شو اسمه المول درع 4-2 هاي لاكي درع مو قدام ابراهيم حاطنهم ابوي هدف ونيشن عليهم عرف وين دخلوا انا ابوي عاد ما ادري الحين هل وانا دليلي الحين ابراهيم العلم عاد عند الله هل انه قادهم الى الخراب وتعرفون عاد شو انتم المثل هنا ولا ابويه ها طيب قلت لكم لا يدل ولا شيات ولا يعرف وين الله حاطني والله ابراهيم والله العيم قلت حق الوادم شرط انه يقودهم الى الخراب والله لا اقودهم الى الخراب وين بس تعال وراي وبتعرف من زين ايش عليه انت شفتهم دخلوا هالمول والله مليون مرحبا مرحبتين ابو محمد ايش حالك شخبارك توفيق علومك كيف صحتك منورين دزلدورف الله يسلمك يا مرحبا تداومون هني لو تشتغلون احنا عين سياحه ما شاء الله نعم. ما شاء الله الحوض بس ها ما شاء كم الله كم من يوم رادين ان شاء الله يا برك كم ساعه يا حالك الله يحفظك والله بخير الحمد لله كيف انت والله بخير شي استوي استوي نعم ابراهيم تعال عاده تعال رياحي بيسولف وياك زين تعرف ابراهيم والله ما اعرفه بس كله وياك ترى انت متابعنك و اول مره عرفت ابراهيم ايش رايك في ابو خليل والله ريال النعم فيه خفيف طينه نعم 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 ريال طيب نياتكم مره يعلك الله يحييكم الله يحييكم يا حالك انت والله بخير من ابو ظبي من دبي من ابو ظبي ما قد شفتك انا من دنياس كنت قبل وحاليا في لحيه جديده ما شاء الله نعم. والله مرحبا يا مرحبتين جاي تتمشون والله نتمشى شوي ها ناخذ جوله في الدور الرادين خفيف خفيف نعم الله ييسر امورك ييسر ان شاء الله الحين انا شفتك انت وام عيالك نعم زين كيف يعني والعيال شاردين عنهم نعم نعم شاردين خليهم راحهم بس ليش
اجازه بريك بريك زين تستاهل تستاهل بالتشيبه هاي توصيتك توصيتك ابو محمد نعم الواحد شبب ويحوط وياخذ راحته صح ولا لا بس خلاص هذه تنسى ضروري نعم عربها لا تخليها نعم بقعه لين هذا منه شوف ان عزمت تطير وتذكرها نعم زين هي ابوي بييها شرات الاكتئاب نعم مره ترد انت عين من الله خير والله من توصل عند بتازم تنبح فكشت في السنه بسنتين ولا يهمك ما يحتاج على, على نعم حسب على حسب الماي نعم يوم بتيك رشه ماي زينه زين سربها وين تبى ولا يهمك مره تستاهل نصيحتك يا ابو محمد جزاك الله خير يزيد ان شاء الله السلام الله خليك يوصل يوصل ان شاء الله ولا يهمك الحمصيبي يا ابراهيم كم سجلنا الحين يطلع التسجيل الصوت ما بشسمه ما بواضح واطي ولازم استحمل ابو يعني ترد البلاد وتغير التلفون يا ابو محمد اي والله الوكاله كلم الخبير كلم الوكاله الايفون قال ابو يخلي يجيبه بنعطيه واحد ثاني ولا يحط في خاطر ابو محمد تخيل شي قالوا عاد ابل يدخل في العقل عاده خربت على اللي ما تعرفه لا لا هذا واضح يا سلام سلم سيدات ابويا سيدات حد سيد وحد رون سيد ها خلق الله ما خلق واليوع ليه في الدنيا كله فيه انا يوع هذا مطعمنا نحن اللي جايين عسبه العنوه عسبها المطعم هنا العنوه عسبها المطعم ان شاء الله انه بيكون عشانه فيه ان شاء الله نلقى الطاوله اصلا ان شاء الله انه نلقى الطاوله شو المكان مره ما يشلم العرب التتش المطعم لين عينه عسى ان نلقى المكان السلام عليكم السلام حالك الله يحفظك الله يسلمك زين نحن حين يوم شفتك تيت سلمت علينا اسمك محمد من هالشارجه هذا اولا ما يتخبره اقول ايش رايك نحن تبنا جايين المطعم ها قال لا انت جايين قبل وانا ابوي جاي على النعت على شعورك شو رايك طيب ايه فوق عن الطيب اي والله العام البارح نحن تنقينا ونا صرنا مطعم لبناني حمل الطيحه لا تطيح التراب عليهم مره ما يتشاهد هذا انت حاليا في احسن مكان بالاخص انت من الشارجه الشارجه الله يحفظها من دار بلد ابوي يحبون السهجل ريحه الزفره اي فعليك بالسمك ان شاء الله الله ييسر امورك لا خليك منك ابوي اول طلب هذا يسمونه بيبي بيبي نغر له اسم هو بيبي نغر بيبي كلماري بيبي كلماري البارحة طلبنا منه وحين عاد المشكلة طلبت إبراهيم ما يبه يقول أنا ما أحبه ما داني إبراهيم لا إبراهيم هذا كان ممزوج خبز لا كان ثلاث حبات أنت كلت وحدة ولا كلت تحلف إني كلت وحدة ما أعرف ما تروح تحط في دمك أنا حفظت بالسيفود سوب ما عرفتهم قطعين يميع السمكان صغار صغار منفرم ما أبالغ إذا قلت لكم من أجمل مطاعم السي فود اللي بحياتي كانت فيها أول البارحة كلنا واليوم كلنا ها إبراهيم فنان الأكل واو أحلف والله العظيم ديليشس مرة ثانية واو ديليشس لا ما الواو كيف واو ديليشس كيف تقول واو وأنت مسكر فمك معقولة لا سبحان الله بالاسباني سفريتو سفريتو قولي يا سات عدالنا وهيلا بيس كل لقمه بصل جقاره كل لقمه بصل جقاره عين ابوك حريم هكنها ساره افتكينا منهن وهذنا من ريحه الجقاره ادواخه صلبره صلب صلبره عين ابوك بافوريات بافوريات هذا ابوي دوبر سول هذا دوبر سول سمش ابوي مثل اللزاق ابي اللزاق الخيبة سمشك اكبر كانها عني ها سمشك اكبر يا الله انا وياها سبانش سبانخ وهو ويا علو ولا مقلى كان بتاكل هاي كلها بتندحك مميز بدوبر سول ها ما يبالع بال ولا همك الله ولا هم ها
ملحي غادي رقم واحد ترب جديد ما في للعظم هالي تحت يا ربي حب منكن طالعه غربلكن الله مقواكن الحمد لله ما طاح بعيد ما زينة هاي سلسلة العظم تظهر وإن كل عاد الغاطة اللي تحت يلا لد لي في الدنيا كل فيه على فكرة يعني الشذب خيبة اللي قال يطلب الطلب هذا محمد بن عبد الله بن الشيب القبيسي قال لي خالد انت بتصير ست المطعم هذا لكن ما صبت الهدف في الطلب احسن شيء عندهم دبر صول هذا قال لي ما اكلته بارك انك ما اكلت شيء وخليته في مخي طرش لي صورته بعد واسميني تهلعت عليه لين جيته وحين طلبته كل الطبج الاولي تجب عاد على الطبج الثاني ها هذا راسه ها هاي الطبج الثاني ما زينها سلايت كل سليته بروحها ها يازم العظم روحه اللد لي في الكون كل فيها لا اله الا الله سبحانك يا رب والله ما شيء خير عن السمك السمك ترى يا جماعه الخير عافيه ريج عافيه ريج الحمد لله العشاء تعشينا هاك العشاء اللي عليه رضوان من الله نعم بالرغم ان سمكه ابراهيم لي ابوها اكبر عن سمكتي تميت حن عليه واقول له سمكك اكبر يا ابو لك سمكك ما قال لي يا ابو محمد برايها السمكه من صوبك متى قلت والله ما قلت قلت لك اذا اعطيتك قطعه كبيره ما تردد صغيرونه كانت طول الرايبه مفروض انك انت تقول فيا يا ابو محمد انا اخوك وربيعك برايها سمكتي عندك وسمكتك عندي رديتني ترى اعطيتك قطعه عوده عقب ما اكلت ثلثينها لا حرام فضاله انا بواحد هاي فضاله استغفر الله يا رب توبه بعد اي نعم لكم الحين نمشي نحن ظهرنا من المطعم وعد علي ابراهيم قصه ضرب يا جماعه في امريكا ابراهيم وخلالك عيون انت مره لا خلاص ما عرف لو خلالك عيون وراس امك وابوك وراس امك وابوك قصه غاوي وفنانة نرويكم شجاعه ابراهيم انزين من اولها عاد ما اعرف عاد خلالك عيونك خلالك امك وابوك انزين كنت انا مره ادرس في اورلاندو هي فكنا نتجمع في الويكند عند واحد ربيعنا ايه وعاد يوم من الايام طلبوهم عشاء من مكدوناس انزين رحنا على حسك عادة رحنا انا وربيعي واحد ابراهيم من الكويت الله يذكره بالخير نشتري حق الشباب مكدوناس انزين من الشيشه يوم صرنا طلبنا وكل شيء ادور بو خليل وين بو خليل ما شفت بو خليل اسمع شو اسمه ضربه جامه يوم اطلع برا اشوف ابراهيم عنده واحد امريكي بيتضارب وياه قلنا عند بيتضارب وياه هي طبعا ابراهيم واقف ويا واحد امريكي طوال ما ادري كم من متر وياو الاثنين ربع هذاك الامريكي يبون كلهم يضربوا ابراهيم عاد يوم طلعت انا قلت له انت خليك على واحد وعطني اثنين لانه هو كان مسوي عمليه شط بطنه زين وتم لايمهم من الاطراقات يا فضايحك يا ابراهيم حتى ما اعرف زين وتم ملايمهم من الاطراقات والله وعقهم تحت كنت لابس بوت واخر بوت هي بوت كنت لابس هذا هنا مال شو اسمه المكسيكان مال كوباي كوباي ايوه والمهم والله تميت الضارب ياهم ثنينتهم اخر شيء عاد تعبت والناس كلها تقول جمهور يطالعوننا ولا حد يساعد كان ابوي يطيح تحت انسدح وقمت على تميت الله رفسهم بالبوت اخر شيء عاد البوت هذا مال كوباي اي مال كوباي اخر شيء عاد يوم تعبت تميت اقول هيل هيلب يعني بالعربي انقذوني هي. اخر شيء تشاردوا قلت تميت رفسهم وتقولهم هيلب هي عاد خلاص اني تعبت مره اثنين اضارب هي تميت عاد اقول هيلب 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 هي. اخر شيء تشاردوا ويسبون شوف انت قلت هي والله يا ريتني قال على المزمان كان فكوني من هالعفسه هاي كلها والحمد لله عدت على خير هي والجوتي انشهرت السالفه في العين والجوتي والكوبوي بعد لا خلاص عقيتها من الزمان ليش يا سنه ست وشابه كم سنة هالقصة؟ ها يالله يسلمك سنة 2000 تخيبة هي نعم تخيب العدو شو سقايد؟ صدفة عرفت شلي بانكوك ما خليتي حد ما لابنيتي هو اللي بغرب العيايز عندنا ها الله يسلمك